فتاخدها منه وبالتالي الجمهور بقت مختلفه. في هذا المناخ الفاسد الغير ناضج الذي عطل 42 سنه من سنه 70 حتى الان هيجري وضع الدستور الغير متكامل والغير صالح. ممكن اصوت عليه معاه بس لظروف ثانيه، لظروف سياسيه، لظروف صراع سياسي، انما مش لصلاحيه الدستور ده انا هصوت معاه وخصوصا مع العمال والفلاحين. الحاجه الثانيه انه انا اذا باقر بالواقع الحالي لمصر، وده مش عيب ان احنا نقر بيه لان هو فرض نفسه، الواقع فرض نفسه سواء اعترفت بيه او ما اعترفتش بيه، يبقى نتعامل على هذا الاساس. هل نستطيع ان احنا نكتفي بغرفه واحده ونديها صلاحياتها وتشتغل؟ هل هي كانت شغاله؟ انا دخلت البرلمان 4 مرات، مفيش مره واحده، مفيش جلسه واحده اتكلمنا فيها على شيء صح واتخذ بيه، مفيش تصويت اتعمل لانه كان ده لمصلحه البلد حقيقه، ويبقى الزور صح والصح زور. فهذه القصه يعني نتوقف شويه لو سمحت. انا مع فكره البرلمان الواحد، وانا بقول للمصريين النهارده ما فيش عندكم برلمان حقيقي يعبر عنكم، لا اللي جاي ولا اللي بعد منه، ربما اللي بعد منه يكون الامر العام في مصر استوى ونضج بحيث ان يبقى فيه حياه سياسيه. بيتكلمني على الشورى ويقول لك فيها مجال للشباب، اذا الشورى هتبدا بعد 40 سنه هتعين شباب في الشورى؟ يعني كلام، ما هو يعني كلام محاوله التبرير. انا مقدر الجهد اللي بوزل في محاوله تبرير غرفتين، لكن في نفس الوقت ارجو ان نتوقف عند دراسه الواقع. هل الواقع الحالي واقع ديمقراطي؟ هل عوامل الديمقراطيه موجوده؟ هل احنا بنمارسها؟ حتى لما قامت الثوره كان مفترض ان احنا نندمج شويه مع بعضنا. هل الصراع الاستعماري الفاشيستي اللي تم ده كله مش لخمنا كلنا وخلانا النهارده بقينا عايزين نصد الغول ونصد الاستعمار عشان بعد كده ننصرف لنفسنا؟ ولما ننصرف لنفسنا هنمارس صراع سياسي، وهيبقى في راسماليه، وهيبقى في اشتراكيين، وهيبقى في عمال، وهيبقى في فلاحين. احنا النهارده الدستور اللي المعطل ده رجع بالكلام بالنسبه لعامل الفلاح الى وقت عبد الناصر، كل من يعمل باجر فهو عامل من رئيس الجمهوريه. انا عايز واحد يقول لي على وزير يمتلك انه يصرف على الانتخابات 20 مليون جنيه عشان ياخد الكرسي زي ما حصل بتقدير جورنال الشروق والدستور في سنه 2010، يجيبها منين الوزير الحرامي اللي هيبقى معاه 20 مليون جنيه فايدين دول؟ يجيبهم منين ويستخدمهم ازاي؟ فاذا كان ده مش متاح لكبار كبار الموظفين اللي هم هيبقوا عمال تحت التسميه ديت، فكيف يكون للعمال؟ انا راجل عامل معايا مؤهلات 2 عالي وواحد متوسط، ودخلت البرلمان 4 مرات، بس الظروف ما هياش مناسبه ان انا الاقي معايا فلوس اصرف على الانتخابات ديت 100,000 جنيه مش 10 12 20 مليون جنيه. هذا المناخ انا ارجو اخواننا واحنا بنفكر فيه نفكر فيه بشكل صحيح. اتمنى انه على هامش هذه المناقشه يطلع توصيه خاصه انه المادة قبل الأخيرة من الدستور الحالي مادة خيانية تحصن قانون أصدره المشير طنطاوي وأصدر لحيته محمد مرسي، وهو الذي يبيح بيع أرض سيناء ضمن المشروع اللي كان مخطط ليه، مش عايز أخد في التفاصيل. وهذا أمر أنا رافع عليه دعوة صحيح في مجلس الدولة، بس في الآخر لو طلع الدستور ده كماني هروح المحكمة الدستورية تقول لي لا ده بقى ده ايا كان، هروح المحكمه الدستوريه تقول لي ده نص دستوري، يعني تبقى خيانه الوطن بالدستور. هذا ممكن؟ وتيجي تقول لي برلمان من غرفتين، ده انا ضيع الحكايه كلها مني، ده انا المجموعه اللي موجوده بتشرع دستور هينزل للمواطن العادي، هو مش واخد باله. مين قال ان التصويت المواطن العادي هيبقى تصويت على دستور هو فاهمه؟ ولا بالسياق العام يلا نصوت نصوت؟